احنا لسه جوه المتحف القبطي وقدام جدارية فريدة من نوعها، استاذ محمد هيشرح لنا عنها اكتر. اتفضل نبدا في شرح مهم جدا لجدارية من الجداريات المميزة، وبرضو اللي لسه تأثيرها مرتبط بالتأثير المصري القديم. الاول جدارية. جدارية يعني ايه عشان الناس؟ احنا شفنا طبعا في المعابد المصرية جداريات، وفي المقابر المصرية جداريات، يعني على الجدار، يعني احنا على الجدار. فاحنا المناظر اللي كانت موجوده هي بترسم قصه او حكايه، يعني على معبد من خلال شكل معين هو قصد ان هو يحكيه، واستخدم الالوان واستخدم الماده القصيه عشان اذا حصل اي خطا يقدر يعالج الخطا ده. وبالتالي احنا كان الكلام ده مستمر من ايام المصري القديم ولناه حتى في الفترات القبطية. هنا الجدارية موجودة من القرن الحداشر، وجدت في الفيوم. الجدارية طبعا مميزة جدا لان احنا بنشوف قصة او حكاية سيدنا ادم قبل الخطيئة. يعني حتى احنا شايفين النبات او التفاح اللي شجره التفاح اللي هو في ايديها والنظرات اللي هي قبل الخطيئه هو موجود، وهيبدا في يعني عمليه الاكل هنا ولسه ما ظهرش اي مشكله. فواضح جدا ان الصوره مرسومه كمان بطريقه فيها كلها براءة. يعني لو بصينا لسيدنا آدم وسيدة حواء شايفينهم يعني في براءة في التصوير، مش حاسين بخجل أو حاسين بمشكلة خالص. احنا قلنا ان الشكل الجداريات واستخدام اسلوب التمبرا في ان هم يستخدم الألوان ويستخدم زلال البيض في ان هو يثبت الالوان، ده واخده من التاثير المصري القديم. فبالتالي هو كمل طبعا مع اختلاف طريقه الرسم نفسه. العينين الواسعه هي مستمره طول الفترات القبطيه. احنا قلنا ان سيدنا ادم والسيده حواء بطريقه بسيطه جدا واضح جدا ان هم مش حاسين ان هم عملوا حاجه غلط، مش حاسين ان هم حسب ما صورهم تاثير بالظبط كده. انما بعد ما باكلوا احنا شايفين بقيه الجداريه الجزء الثاني زي حضرتك ما شايفه، هو يعني في نظرات فيها لوم بيوجهها للسيده حواء وباصبعيه الاثنين بيشير ليها، يعني حسب المعتقد المصري. مش عايز اكل بقى، هو في ايديه شايفين ان هو كمان شايل تفاح زيه زيها. بيقول ان هو ادم، هو ما هو واضح ان هو شايل كمان تفاح في ايده، فهو اكل برضه بارادته، يعني ما حدش ياكله بالعافيه لان هي اديت له وهو اكل. فهنا بيوضح يعني الفترة ما قبل الخطيئة وما بعد الخطيئة. هو هنا عايز يقول لنا برضو في الجدارية دي ان لازم الانسان يبقى حريص جدا قبل ما يفعل حاجة غلط يبقى شايف نتيجة الخطأ ده هيبقى ايه. يعني هو برضو عايز يوصل رسالة طول الوقت دينية واخلاقية للناس اللي هي هتاخد تعاليم الدين. الخطيئه هتؤدي لايه؟ انت يعني انت كنت عايش في الجنه ونزلت في الارض بسبب الخطيئه، يعني ما تاخدش اي فعل من غير ما تبقى عارف ابعاده ايه وايه اللي هيحصل فيه. الكلام ده بيخلينا نشوف فعلا ان التاثير المصري القديم لا مستمر في الفترات القبطيه، واضح جدا تاثيره. الفن مش يعني ما بيقفش عند حد معين ولا عند زمن معين، احنا طول الوقت شايفين جداريات طول الوقت بتدي حكايه وبتدي في الحكايه قصه ونصيحه. فاحنا ناخد من الجداريه دي كلام كتير جدا نقدر يعني يوصل لنا هو كان عايزه لنا ايه. شكرا. نشوف حاجه جديده ان شاء الله. يلا بينا نشوف قطعه ثانيه.